السلام عليكم. في يوم من الايام في وقت من الاوقات في فتره من الفترات في سنه من السنين اتعرضت الحلقه ال15 من مسلسل نعمة الافوكاتو، وانت كانسان عادي قد تظن ان ده عادي، ولكن لا بجد ده مش عادي خالص، لان العالم بعد الحلقه دي هيتقسم لجزئين. هيبقى في زمن ما قبل الحلقه ال15 من نعمة الافوكاتو وزمن ما بعد الحلقه ال15 من نعمة الافوكاتو. يعني احنا عارفين خلاص ان استاذ محمد سامي بيقدر يقدم كوميديا، قصدي فانتازيا، قصدي دراما، اي حاجه وخلاص تاكل مع الناس، ويحط لها احداث مطاطيه بتشد عشان يقدر يجذب المشاهد. ده كان الطبيعي بتاع الاستاذ قبل الحلقه ال15. بعد الحلقه ال15 بقى الموضوع اختلف، لان استاذ مهاب طارق المؤلف واستاذ محمد سامي المخرج والمؤلف عملوا اكتشاف تاريخي عظيم، اكتشاف لا يقل عن اللي عمله كريستوفر كولومبوس. يعني كولومبوس جاب لنا الامريكيتين فاكتشفنا الهنود الحمر، انما استاذ محمد سامي جاب لنا نعمة الافوكاتو فاكتشفنا الهنود السود. المصريين بيعلوا على الهند يا جماعه. احنا خلاص كنا طالعين من الحلقه ال14 وشفنا استاذه مي عمر وهي بتقلد مشهد الجوكر لما كان بيحرق الفلوس اللي جمعها من عصابات جوثام في فيلم دارك نايت، وبتقلد نفس المشهد بالظبط باداء اسطوري يتفوق على اداء هيث ليدجر نفسه، وتقبلنا العبس اللي حصل ده قلنا سسبنس. في بدايه الحلقه ال15 بقى بنشوف استاذ احمد زاهر بيكشف لاروى جوده ان الفلوس لسه موجوده وما اتحرقتش، وبيقول لها اصلا وانا رايح للمحامي شكيت ان نعمه ممكن تاخد الفلوس مني، فكلمت مدحت منبهات صاحبي يكلم لي عيل صاحب مطبعه منتن وفاشل طبعه ل 14 مليون جنيه بالظبط قبل ما اروح عشان ازاول بيهم نعمه. 14 مليون جنيه ايه دول اللي طبعهم في نص ساعه يا اسطى؟ لو بيعمل لهم كوبي هياخدوا وقت اكتر من كده. بعدين طبع لك 14 مليون جنيه في نص ساعه ومنتن وفشل، زيروكس لو عرفت بحاجه زي كده هتشتريه. بس منطقي يعني بالنسبه لسيناريو مسلسل اتكتب في 3 دقايق ان احنا نطبع 14 مليون جنيه في نص ساعه، ومش دي الازمه الكبيره بالنسبه لي. الازمه بالنسبه لي ان المفروض ان استاذه نعمه طالعه بدور ست دمها خفيف، جدعه، شاطره، ذكيه، بتفهم في الاصول، عندها قوه بدنيه وبتعرف تطبخ، متواضعه، حنينه، قرب ابوها، قرب صاحب ابوها، قرب مرات ابوها اللي هي امها قبل ما تموت يعني، صاحبها من ايام الكليه بيحبها، والست صاحبه القهوه بتحبها، والاطفال اللي معديين من جنب القهوه بتحبها، ما خسرتش قضيه في حياتها، قادره على كل شيء وبتفهم في كل شيء وبتقدر تعمل كل شيء، بتشفي الاعمى وبتحيي الموتى وبتجلب الحبيب وبتعلي الريتش وبتعرف تعمل بوشها كده. ومع كل الامكانيات دي ما اكتشفتش مثلا ان ال 14 مليون جنيه اللي قدامها دول مزورين. بعد كده استاذه مي عمر بتروح لسلوى عثمان البيت تتخانق معاها عشان بتقطف الملوخيه بالليل، وده بيبقى فاصل جديد لدموع الاستاذه سلوى عثمان، ولكن الموضوع المره دي بيتطور قوي وسلوى عثمان بتعيط من قرتها تقريبا. استاذ محمد سامي لما بيبعت لسلوى عثمان الدور بتاعها بيبعت لها ايموجيز مش سكريبت. ومن عجائب القدر ان سلوى عثمان اكتشفت ان ابنها اتقتل ما انتحرش، عشان في الجواب اللي كاتبه قبل ما ينتحر قال لها يا ماما مش ياما. حقيقي يعني جايزه احسن تاليف مش هيشمها مؤلف المسلسل ده والله. بعد كده استاذه اروى جوده بتروح لاستاذ عماد سكر زياده وتقول له الحقني انا شغلت فلوس جوز ال 14 مليون وخسروا وماضيه بيهم شيك، الحقني. طبعا احنا عارفين ال 14 مليون دول بتخسرهم في يوم في حاله من الاثنين، لو لعبت بيهم قمار او لو انتجت بيهم مسلسل نعمة الافوكاتو. فيقوم هو مكلم مي عمر يقول لها اعمل ايه، فتقول له معلش اديهم له وانا هديهم لك. عادي يا جماعه، اصل الانستا بي ليميت بتاعه 50,000 بس في اليوم، هتدي له ال 14 مليون لما تفك؟ لا، وهو بيقول لها وانا بقول لك كده عشان تديهم لي، انا بسالك بس اعمل ايه. ده لو بيتعاملوا في المسلسل ده بالبيزو الارقام هتبقى اقل من كده. لو الفلوس في المسلسل اقل من مليون محدش يتكلم مع التاني. نعمة الافوكاتو ده مش مسلسل، دي قضيه ولازم نرفعها. نروح بقى لاكتر مشهد عبثي في تاريخ الدراما العالميه، في تاريخ العالم. احمد زاهر بيروح البنك يودع فلوس، فبيجي له احمد فهمي ينصب عليه كانه مدير البنك، وبيخليه يسيب الفلوس مع الراجل بتاع الامن عشان يدخله اوضه المدير ويرجع هو ياخد الفلوس ويكت. اموت واعرف اتكتبت ازاي، يعني هو حاضن الفلوس وميت عليها بعد ما ضحك على نعمه اذكى حد في العالم، وفي الاخر ساب الفلوس مع الراجل بتاع الامن عادي. انا لو معايا 50,000 جنيه ببات بيهم في البنك، واصلا ايه البنك اللي بيحرسه راجل عدى 90 سنه؟ ده بنك الحظ. لا، ولما البوليس بيجي يراقب الكاميرا بيقول لك ده حرامي محترف ما بيبانش في اي كاميرا. تخيل بقى النظم الامنيه تتطور والكاميرات تبقى منتشره في كل حته، ويجي احمد فهمي في الاخر يقتب كده فيهرب من كاميرات المراقبه. ده اكيد خارب الدنيا في الرادارات، بيجري براحته ومعلوش ولا مخالفه. ودي صوره حصريه لبطاقه احمد فهمي يا جماعه، بجد كاميرات ايه اللي ما بيظهرش فيها؟ ما تصلوا على النبي بقى. يا زمن فيك نعمة الافوكاتو. بيخلص بقى استاذ عماد سكر زياده تليفونه مع نعمه وبيروح لاروى جوده يقول لها دول 13 مليون و600 الف بس الكاش اللي لقيته معايا في البيت. استاذ عماد زياده سايب في البيت كاش 14 مليون جنيه عشان بيحب يامن نفسه من طلبات الدليفري، يعني ال 400 الف الناقصين دول فطر بيهم. عادي بتحصل، انا برده متعود اشيل كاش معايا في البيت والعربيه دايما عشان الموقف اللي زي دي. وبيطلع ايه بقى ان الراجل اللي هو احمد فهيم اللي سرق الفلوس طلع سرقها بقى عشان ايه؟ يا
نعمة الأفوكات وهي مأجرة عشان يجيب لها فلوسها. قامت نعمة بقى عملت إيه؟ راحت اديته نسبته من الفلوس 50,000 جنيه. يعني واحد حرامي سرق 14 مليون جنيه، راح اداهم لنعمة وردته ب50,000 بس. طب ما تضحبحيها شوية يا نعمة، ده الراجل مقتب من أول الحلقة يعني. بس برضو لو بصينا لها من زاوية تانية هنلاقي إنه عمل إيه يعني. تخيل تروح مشوار الصبح تقتب في دقيقتين تاخد لك 50,000 جنيه، والمسلسل رغم ده كله فيه رسالة، وهي إن خفة الدم ممكن تبقى بالعافية عادي، والدليل على كده إفات مي عمر. ولما أحمد زاهر بيروح يصوت لها ويقول لها فين فلوسي؟ بتقول له مش معايا، فبيقول لها احلفي بحياة أبوكي، فبتحلف. فلما أبوها بيزعل بتقول له ده كده وكده يعني، ولو كانت الدعوات بتجوز ما كانش فضل طفل ولا عجوز. فإذا كان كده بقى يبقى حسبي الله ونعم الوكيل. وفي آخر الحلقة بقى نعمة بتتعصب فبتدوخ فبتتطوح، فبنكتشف بقى إنها إيه؟ حامل. آه على الإبداع آه. ويا سلام بقى لو أستاذ محمد سامي بقى إيه يفتح المسلسلين على بعض، ويبقى الطفل ده اسمه جعفر، ويبقى جعفر الأفوكات، ولما يكبر ينتقم ويبقى اسمه جعفر العمدة. فحقيقي أنا متشوق جدا أشوف الحلقة 16 والأخيرة هتنتهي على إيه. وأحب أدي نصيحة لكل واحد اتفرج على الفيديو وعلى المسلسل وشاف واحدة اسمها نعمة، لو شفت نعمة بوسها وحطها جنب الحيط. سلام.